شعر المعارف، أهلا بكم. أقامت شعبة الرعاية المعرفية ندوة تراثية بعنوان السيد محمد بن عبد الصمد الشهشهاني وآثاره العلمية، حاضر فيها فضيلة الشيخ والضاح الظالمي، وقدم ترجمة وافية عن الشهشهاني، وتطرق إلى أهم آثاره العلمية ومنجزاته المعرفية. ومن جانب آخر، باحثة بريطانية تزور مركز تراث البصرة من أجل الاطلاع على جهود المركز في حفظ التراث الإسلامي البصري ونشره. هذا وقد أطلق قسم المعارف حزمة من البرامج التلفزيونية والمعرفية المتنوعة في شهر رمضان المبارك، ومنها مسابقة معارف التراث الفرقية الرمضانية التي بثتها مجموعة من القنوات العراقية، وكذا تنفيذ برنامجين جديدين لمواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما بعنوان من تراث العلماء والثاني معلومة في دقيقة. وعلى صعيد المسابقات الألكترونية، أطلق مركز تراث كربلاء مسابقة مآثر التراثية الألكترونية الشهرية الأولى تزامنا مع حلول الشهر الفضيل من أجل إحياء التراث الكربلائي الإسلامي. وفي الختام، وفد من مزار العلماء الأربعة يزور تراث الحلة، إذ زار وفد من مزار العلماء الأربعة طاب ثراهم مركز تراث الحلة، وجاءت الزيارة لفتح آفاق التعاون ما بين المركز والمزار والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تدعمها العتبة العباسية المقدسة. حتى ألقاكم في موجز آخر، أترككم في أمان الله.